بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نوافيكم كما جرت العادة بحصيلة الترصد الوبائي لوباء كوفيد 19 ما بين الساعة 6 لمساء أمس إلى الساعة 6 ليومها 10 أفريل 2020، حصيلة بطبيعة الحال على ضوء المعطيات التي توصلت إليها المنظومة الوطنية للرصد الوبائي والتصدي لهذه الجائحة ببلادنا، حيث بلغ إلى حدود الآن مجموع الحالات المؤكدة مخباريا 1448 حالة، أي بزيادة 74 حالة خلال هذه 24 ساعة الأخيرة، فيما تم إلى حد الآن استبعاد 5791 حالة كانت مشتبهة بأنها مصابة بالفيروس، لكن المختبر أكد عكس ذلك. فيما يخص الوفيات، سجلت مع الأسف 10 حالات وفاة خلال هذه 24 ساعة، ليصل مجموع حالات الوفاة إلى 107 الحالات منذ بداية هذا الوباء. فيما يخص الحالات التي تماثلت للشفاء تماثلا تاما، فقد بلغ الإجمالي لهذه الحالات 122 حالة، أي بزيادة 13 حالة شفاء في هذه 24 ساعة الأخيرة. بالنسبة للتوزيع الجغرافي، لا زالت النسب هي، حيث جهة الدار البيضاء سطات بما يقارب 30%، تليها جهة مراكش أسفي بتقريبا 19%، جهة الرباط سلا القنيطرة بما يقارب 15%، ثم جهة فاس مكناس ب أكثر شيئا ما من 12%. التوزيع حسب الجنس وحسب السن أو حسب الحالة الصحية للمرضى أثناء التكفل بهم لم يطرأ عليها أي تغيير. هنا وتفاعلا مع بعض الملاحظات والأسئلة التي تريد، خاصة تفاوت بعض الأرقام من يوم لآخر، خاصة تلك الأرقام المتعلقة بالتوزيع الجغرافي، فهذا بالأساس ومن أجل التوضيح راجع لعملية تدقيق المعطيات التي تتم عند التحرير الوبائي للحالات بعد التبليغ الأولي عنها، حيث يتم تصحيح بعض المعلومات الأولية خاصة المتعلقة بمدينة الإقامة وليس بمدينة التكفل بالحالة، وكذلك يتم تدقيق وتصحيح بعض المعلومات المتعلقة بمصدر العدوى وظروف التعرض لها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.